مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نعود نتواصل معكم في هذه الحلقة من صباح الشروق التي نخصصها الحديث عن هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما رأى الغار انثنى متوجها، فرقت قريش وراه زاخر لجها، وبنت عليه العنكبوت بنسجها، وببيضها سخت الحمام الحوم، فبحقه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا احمد، زي ما احنا متكلمين حلقه خاصه عن هذه الهجره العظيمه اللي تركت اثار كبيره وعظيمه، زي ما كان يتكلم لنا الشيخ ابراهيم ابو سبيب يمكن قبل شويه، وايضا امتد الحديث عن هذه الهجره العظيمه حديث لا ينقطع ابدا. وبنزعد ان يكون معنا الشيخ سمو العبد الله. سمو، كل سنه وانت طيب، واهلا ومرحبا بك في هذا اليوم الطيب. أنتم طيبين وكل المشاهدين بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجدد فينا روح الهجرة. نعم. بكل معانيها وقيمها إن شاء الله. نعم. مرحبا بك شيخ سموال. نتحدث عن الأحداث التي صاحبت هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الرحلة نفسها من مكة إلى المدينة. نعم، من الضروري جدا أنه في البداية نفهم أنه الهجرة لم تكن في محرم بأي حال من الأحوال. يعني صحيح أن الناس يحتفلون بالهجرة في محرم، ومحرم معروف هو تاريخ بدأ به عمر بن الخطاب، واختار محرم باعتباره أول شهر بعد الحج فقط يعني. ولكن الهجرة لم تكن عندها علاقة بمحرم، الهجرة كانت في ربيع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتولد في 12 ربيع، دخل المدينة في 12 ربيع، ومات يوم الاثنين 12 ربيع. سبحان الله. ولذلك ولكن الوقوف عند هذه المناسبات دائما كما يقول القرآن هي عبرة، لقد كان لكم في قصصهم عبرة. وبالتالي نجد أن فترة وتاريخ الهجرة بكل أحداثها وتفاصيلها ما نستطيع أن نقراها بمعزل عن باقي الدين كله بشكله الكلي يعني. وبيبقى في سؤال مطروح، يعني ليه جاءت بعد 13 سنة؟ يعني ما كان صعب على المولى عز وجل انه ما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الحوار يدور قبل قليل في الحلقه الفائته. نعم، يعني ما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم من عانه ومعاناه ومشقه من اول الايام. كان يمكن ان يحسم يعني. كان يمكن ان يحسم مبكرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يهاجر بدري وما في داعي للتعب والشقاوه دي يعني. نعم. ولكن للمولى عز وجل حكمته. ولذلك كانت هذه ال 13 سنه مليئه وحاشده جدا بكبيره من الاحداث اللي بتلقى نتائجها في الفترة المدنية ظاهرة بشكل واضح، يعني بداية من الهجرة نفسها يعني. وعلى سبيل المثال يعني أنت الفرق في القرآن المكي والمدني، بتلقى أنه يعني مجرد ما تفهم الفترة المكية لو قرأت أي آية من غير أي معرفة أنت طوال، بتشير أنه الآية دي مكية، تتحدث عن قضية مكية. يعني قصص الأنبياء، القضايا الجوهرية في الدين، قضايا الموت، قضايا الشكر، قضايا بر الوالدين، قضايا الأخلاق والسلوك دي كلها. ففترة 13 سنة ربنا سبحانه وتعالى، أيوة دي فترة تدريبية كافية ومهمة جدا في الحياة. يعني ودي يا جماعة واحدة من الحياة إن إحنا مهم جدا محتاج ليها، ما نستعجل في نتائجنا في حاجاتنا في كده. زول ما دربته، ما أهلته، ما صقلته تمام، ما بتلقى منه نتائج كبيرة بعد ذاك. ولذلك 13 سنة ما يتكلموا، ما يردوا، ما يكاتلوا، يصبروا ويحتملوا أذى كبير جدا، أرواح راحت، وجوع شديد، ومعاناة بكل أشكال. ولكن تطول هذه الفترة وتمتد، لكن لما تجي الفترة المدنية بتلقى نتائج مدهشة جدا بالنسبة لنا. لكن بالنسبة لهم هم خلاص يتدربوا على الحكاية دي. يعني مثلا زي قضية الموت، يعني في غزوة بدر اللي هي جات بعد الهجرة، يعني الصحابي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يقاتل في هذه المعركة ويقتل شهيد يذهب إلى الله في الجنة. قال للرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنا بيني وبين دخول الجنة إنه آكل التمرات ديل، إنها لحياة طويلة. ده موضوع كبير، موضوع طويل خلاص. نعم. وطوال جذع التمرات ودخل المعركة وقتل الشهيد ومشى الجنة. ده تربى تربية تمام من الموت، ده بعده في شنو؟ وشايفه بعينه وشايف ما بعده في شنو. نعم. ودي واحدة من مشاكلنا الآن، يعني احنا الآن ما مربيين كده. احنا عندنا الدنيا آخرة كوم تراب، كوم تراب. ما آخرة ما النظرة دي ما مبرمجين عليها، نظرة ضيقة. لو قالوا أمرقوا هسي من الاستوديو ده جنب خشم الباب بتموتوا وتخشوا الجنة، يقول لي مين هنا ما مارق.
لانه الموت انا ما تهيأت له. نعم ما جاهز. ده 13 سنه يتربى. نعم. عشان كده لما جاء قالوا هاجروا وجات الاحداث اللي انت تكلمت عنها، يعني شوف هجره الصحابه اللي سبقت هجره النبي صلى الله عليه وسلم. صهيب يطلع ويجيبوه من برا ويقول له جيتنا يعني زول مفلس وتعبان وكذا، والان انت غني وتاجر تفوت بمالك. قال لهم فيش تركت لكم مالي. نعم. تركتموني لتربيه. نعم. تركت لكم مالي تركتموني؟ قال لهم نتركه. قال لهم هلاك المال. مدير النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيعه صلى الله عليه وسلم ابا يحيى. نعم. يعني باع المال كله من اجل الدين. نعم. لكن الان قد نلقى في انفسنا في صام في الشخصيه انه انا احيانا بعض مننا بقول بعض ممكن يبيع دينه عشان المال عشان لكن انا ما تربيت كده. نعم. لكن ده تربى تربيه انه المال ده ما قضيه. نعم. هو مجرد وسيله. نعم. لو بقت وسيله معيقه يبقى ما عنده معنى. نعم. ولذلك اول عنوان للهجره الرئيسي أنه لا قيمة للأوطان بغير دين، ولا قيمة للمال بغير دين، ولا قيمة للقبيلة بغير دين، ولا قيمة للأهل بغير دين، ولا قيمة للحياة ذاتها. الناس يخلوا أي حاجة. نعم. وشكر لله سبحانه. أستاذ عبد الله، يعني يا ريت نتكلم، يعني أنت تكلمت الآن عن الفترة المكية، الفترة المدنية والأحداث اللي جرت بيناتهم، هل في انعكاس الآن في حياتنا للأثر اللي تركته الهجرة؟ مؤكد. يعني نحن نعيش نعيم الهجرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نقل الهجرة جات بمجموعة بتاعت حشد بتاعت أحداث كل واحدة فيها بتمثل قيمة معنوية وقيمة تربوية بالنسبة لنا بأي شكل من الأشكال. يعني الآية وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك هي كانت عبارة عن ترجمة الاجتماع. يعني هذا الاجتماع تم في دار الندوة أجاد فيه المقترحات الثلاثة. نعم. لكن هنا أنا أنبه أنه الاجتماع ده فيه كل أهل الشرك، وجمعهم إبليس في صورة الشيخ النيدي. وقاموا قدموا المقترحات نسلسلوا اللي هي يثبتوك. إبليس قال لهم ما هذا لكم برأي. نكتلوا قال لهم بني هاشم ما بخلوكم ما هذا لكم برأي. يعني المقترحات بدأت تطلع إبليس يحترض لحد ما قام أبو جهل وقال المقترح المعروف أنه نأتي بكل من كل قبيلة فتى ونجيب 50 فتى عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في داره يتفرق دمه بين القبائل. وهنا إبليس قال هذا هو الرأي. يعني إبليس سن على رأي منه أبو جهل. أبو جهل يعني أبو جهل هنا كان أخطر من منه من إبليس، أخطر من إبليس نفسه. يعني الليل عندنا ناس أخطر من إبليس. إبليس ذاته يقول لهم بالراحة بالراحة. مشكلة حقيقية. ولذلك أنت لابد انك تتعامل مع البشر بحيثيات معينه، دي واحده من مخرجات الهجره. الترتيب اللي تم من عند النبي صلى الله عليه وسلم بكل الاحداث اتاح فرصه لبروز ادوار. وانا دائما بقول الصحابه ما عاشوا اعمار طويله ولا سجلوا اعمال كبيره بالمقياس بتاع الكيلو ولا الرطل ولا كده، المعيار الكمي، لكن عملوا معايير غريبه وجديده علينا. يعني رحلة الهجرة مثلا سطر التاريخ لأبو بكر الصديق وأسرته وعائلته وكمان غنمه كلهم شاركوا في الهجرة مشاركة فعالة وبأدوار غريبة جدا ومختلفة ونحن محتاجين لها. يعني أسماء بنته اللي هي ذات النطاقين تمشي هذا الجبل 5 أميال يعني 8 كيلو بتمشيه، وانت الليلة كما زرته بتمشي وتلقى كافتريات وموية باردة وظل وتقعد وتستريح هي مشيته 3 صباحا وخايفة وحامل 17 سنة حامل، وتمشي الجبل ده تطلع 8 كيلو وكل يوم وتجي راجعة. وبعد ده كله أبو جهل لما جاء في البيت وعاوز معلومة بعد الشقاء ده كله ورفضت، قال فضربها على أرط على على كف أداها كف يعني حتى سقط أرطها اللي هي حلقة وسال منه الدم، وبرضه ما رضت تديه معلومة. في ناس الليلة ما دارين كافية يا جماعة، صح يا جماعة؟ في ممكن يدوك معلومة ساكت بلا أي حاجة، ممكن بحاجة بسيطة كده ممكن بيقولوا يدوك. أي نعم. لكن شوف 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 الصبر. نعم. عبد الله بن وريغ الدليل مشرك. نعم. لكن ادانا معنى الجائزة كانت 200 ناقة وهو الفقير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتظرنا بعد 3 يوم في المكان الفلاني حنجي تسلمنا الناقتين دول ونسافر بيهم. وهو عارف النازل عاوزين النبي صلى الله عليه وسلم، هو عنده كان ممكن يقول لهم تعالوا وشيلوا ال 200 ناقه وسوقوا الجماعه دي. كان استف... نعم. ولكنه
رغم إشراكه وحافظ على عهده ووفى عهده. نحن نتعلم من هنا كيف الوفاء بالعهد حتى عند أهل الشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. ما معناها زمان ما في أخلاق، الجهل ومعه أخلاق. الآن نحن نحتاج إلى قيم. أنت الآن ممكن تقول لي في السوق ممكن ألقى قبطي أصدق، وأتعامل معه. من حقك تتعامل معه، لأنه قيمة الوفاء هي قيمة أعلى وأرقى في الأمان على النفس بأي حال من الأحوال. سيدنا أبو بكر الصديق قدم لنا مثال في الحب للنبي صلى الله عليه وسلم داخل الغار لا يتكرر عندنا بأي حال من الأحوال. يعني قال دخل أبو بكر الصديق إلى الغار ثم نظف الغار وسد كل الجحور حتى إذا ما تبقى جحرين تكل عليهم جسده، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول، ونام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ أبي بكر حتى غرغ في نومته، ثم لدغ أبو بكر الصديق من الحية من الجحرين مرتين. قال وما تزحزحت رجله على الإطلاق حتى اعتصر الألم وسالت دموعه على خد النبي صلى الله عليه وسلم. عشان ما يصحي الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كذا بيني وبينك، يعني لو انت شايل جناك قرصص العقرب تيدعو. في ناس قالوا لي قرصتنا نملة بندعو. هاي شوف هذه المحبة. نعم حكاية عجيبة. ودي بيقول لك انه يعني الجنة عندها ثمن. يعني سيدنا ابو بكر الصديق لما السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له من اول ياخذ كتابه يمينه؟ قال عمر. قالت واين ابو بكر؟ قال ذلك قد زفته الملائكة. يا سلام، دخل الجنة في دخل جبريل. ليه؟ الثمن ده غالي. انت عشان تصل الجنة، ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ لابد أن تتميز من باقي الناس وتقدم للنبوة وتقدم للهجرة وتقدم للمجتمع وتقدم للدين وتجتهد وتجاهد. مميز يعني. شيء مميز ما يشبه باقي الناس. يعني شيخ سموه، يعني احنا نعلم معجزات هذه الرحلة يعني، ونتذكرها جيدا ودرسناها ونحن صغار ودائما نستذكرها. لكن خلينا برضو ما يعني ما نفوت فيها. هي بالنسبة لنا قد تكون ليست بأمر جديد، ولكن كيف نستفيد منها بأن نجدد إيماننا، بأن نقوي همتنا في الدعوة الإسلامية؟ يعني إحنا كلنا مطالبين بالدعوة. الدعوة دي ما مطالبين بها الشيوخ وفقهاء الدين فقط، كلنا مطالبين بأن ندعو إلى سبيل الله. نعم. كيف نستفيد من هذه المعجزات في تقوية همتنا؟ يعني انظر إلى المعجزات، جات 200 وبعد شنو؟ انت ما بتطلب المعجزه وانت نايم. انت قدم، اجتهد، ابلغ المدى في كل المقتضيات الماديه اللي بتملكها، بعد ذاك تجيك الدهشه من عند الله سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استكمل كل الترتيبات الماديه المتاحه، يطلع بوين، يمشي بالليل، يسر المساله، يعمل كذا، كمل جهده كل المادي، بعد ذاك ومن توكل على الله ما تواكل. من توكل، توكل دي معناه انت رتبت حالك كله، عملت كل المطلوب منك، بعد ذاك ربنا يقول لك الباقي خليه عليه. كل المعجزات التي حدثت في الهجرة جاءت بعد جهد كبير من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الغار الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم، شوف جاءوا بعد كم يوم، جاءوا بياته طريق، جاءوا في ياته زمن، ودخلوا هو في ياته طريقة، وبعد ذاك دخل، ولحد ما دخل ووصل جوا النازل وصلوا هنا، خلاص انا ما قصرت، عملت عليه. بعد الحمايه من ربنا جاء العنكبوت، وجات لو نظر ابو بكر قال لو نظر احدهم الى رجليه لرآنا. لكن شوف القيمه هنا والرد المعجز اللي نحن الان محتاجين له. يا ابا بكر لا تحزن، ان الله معنا. القيمة دي من وين جت؟ أنا قبيل قلتها في بعض المعاني في الصور المكية بترسل فيك التسلية والعزم. لو رجعت لقصة سيدنا إبراهيم مثلا، سيدنا إبراهيم لما غزف في النار وضع على المنجنيق وجو يغزف به في النار، جاءه الملك قال ألك حاجة؟ قال أما منك فلا، وأما من ربي فهو أعلم بحالي. وهنا نزلت التعليمات أن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا إبراهيم قال كانت أسعد أيامي في النار. ده منطق؟ سبحان الله، نزول جوا النار وأسعد أيام يكون أسعد أيام.
السعادة دي ما بيمنحك لا إلا منه إلا صاحب السعادة. متى ما كنت مع الله جاءت الدهشة. شوف أهل الكهف مطاردين معدمين، حاموا كم سنة يدخلوا الغار ده أو الكهف ده، دي حالة زور ينوم فيها دقيقة إطلاقا، لكن ناموا 309 سنة. نعم. سيدنا يونس بطن الحوت قال خر لله ساجدا سجدة في مكان قال لم يسجد لك فيه أحد. في زور يتخيل أنه جوا الحوت، جوا بطن الحوت يكون في سكون، ولكن لولا أنه كان من المسبحين. فإنت متى ما استكملت عليك جاء الإعجاز. والإعجاز في كثير من حاجاته ليس مخصوصا بالأنبياء. في إعجاز حق الأنبياء نعم، لكن لحد الليلة المولى عز وجل موجود. يرزقك من حيث لا تحتسب، يحميك من حيث لا تحتسب. نعم. شيخ سموال، نحن قبل ما نختم قبل شوية تكلمنا عن أوريقت المشرك دليل. ويتكلم عنه أيضا الشيخ إبراهيم أبو سبيب. أنا أفتكر أنه يعني من الأشياء المهمة جدا والناس ما بتعرفها هذه القصة، يا ريت تتكلمنا شوية عن إنها يا ريت تتمثل الآن في حياتنا، يعني أكيد لها تأثير كبير جدا على مستوى الحياة عموما. كثير من معاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع كل البشر بتمثل قيمة مختلفة متميزة، بل إنه كثير من الناس أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاملة. يعني في ناس تجروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غورس ده جاء نزل من جبل وجلق النبي صلى الله عليه وسلم نايم وشال سيفه وقال للرسول صلى الله عليه وسلم من ينجيك مني؟ فقال المولى عز وجل، فارتجف وسقط السيف من يدي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال وأنت من ينجيك مني؟ صار يترجاه. قال فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه السيف هدية. قال عندما رجع إلى أهلي ينتظرون الخبر قال والله جئتكم من خير البشر، يا سلام، ما هذا إلا نبي أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. نعم. زينب بنت الحارث جاءت بالسم في الشاه في جزع الشاه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت ناداها ليه سممت الشاه؟ قالت لي قلت إن كان ملكا أراحنا الله منه وإن كان نبي نرى. قال فعفى عنها فآمنت وصدقت بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم راحت. وهكذا تجد الأحداث. فالتعامل مع البشر أيا كان نوعه مبني على السلوك وعلى الأخلاق وعلى المعاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن يجبر خواطر الناس أيا كانت نوعه، يعني قال لا تحمر الوجوه، ما تكسر خاطر زول، ما تزعجه وإن كان مشرك. فالمعاملة هي السلوك العام اللي نحن نحتاج له. عبد الله بن أريغت شنو خلاه يكون زول يعني على عهده وعلى ميثاقه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخلاق وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة معه أدته مؤشر إنه لازم يكون وفي بهذه القيم. ولذلك نحن نحتاج الآن أن تتمثل الشعائر والعبادات، يعني إذا أردنا أن نخرج من الهجرة بقيمة كلية فإن الشعائر والعبادات أيا كان نوعها لابد أن تترجم لعمل في المعاملات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصيام لعلكم تتقون، وهكذا. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارات واضحة أنه مهما بلغت بك درجة التعبد لا بد أن ينعكس هذا التعبد سلوكا على حياة الإنسان في تعامل العام، يعني نعم. شيخ سمول، خلينا نختم بهذا المحور. يعني بعد ما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأ بتأسيس المسجد، دي مرحلة التأسيس الفعلية للدين، يعني بعد معاناة وبعد رهق وبعد رحلة طويلة جدا وبعد أعوام وأعوام في مكة، كيف نحن نستفيد من كل الضغوطات في حياتنا تكون هي بارقة أمل وتكون بداية لتأسيس لمراحل جديدة أيضا؟ نعم، مؤكد أنه ما في زول ما بيمر بمرحلة بتاعة إحباط أو ضغط يحبطك أو حاجة تأذيك. ربنا قال وجعلنا لكل نبي عدو، حتى الأنبياء ربنا جعل لهم أعداء يحفروا ليهم ويكيدوا ليهم ويضروهم وكذا. ولكن بعد ذاك جاء الطلب من عند المولى عز وجل إنك لابد أن تتجاوز كل هذه الأشياء إلى قيمة أعلى. ولذلك لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. نتيجة شنو؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك انظر إلى الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم سنوات، ماذا حدث لهم بعد ذلك عندما دفع النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنى؟
جاءوا أرتالا إلى دين الله سبحانه وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد الهجرة وبعد عناء شديد، ولكن أسس المدينة على مبدأ الدولة المتكاملة التي تتحمل الكل. بنى المسجد، هو عمل ثلاثة محاور أساسية لما دخل المدينة. بنى المسجد، آخى بين المهاجرين والأنصار، وعمل عهود ومواثيق داخل المدينة. المدينة دي ما بقت دولة، فيها الأنصار، فيها المهاجرين، فيها اليهود، فيها نصارى، فيها كمية من الإثنيات المختلفة. كل ذول ادوه حقه في طريقة التعامل، وأديرت الدولة على هذا المنهج. ولذلك سنين العناء الآن في حالة ترجمة إلى دولة. التدريب اللي كان 13 أيوة التدريب 13 سنة ده الآن خلاص بدأ يصار، بقت إدارة الدولة في شكلها الكلي، التحمل لكل الناس في الشكل العام، قيمة إرسال الدعوة لكل منطقة. الآن إحنا واحدة من عيوبنا بنفتكر إنه الدعوة دي أنت تقعد في المسجد الناس يجوا يسمعوك بعدين يهتدوا أو يمشوا لقدنا. لكن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تركوا ديارهم، والزول يطلع من بيته مرة 6 شهور، يعني عبيد عامل الجراح تذكرة جنة في جيبه 10 و20 بالجنة، لكن مات في الشام بالطاعون. 1400 صحابي ماتوا في الشام بالطاعون وهم أصحاب تذاكر الجنة، شالوا دعوة المشروع الآخرين. ولذلك نحن الآن في حاجة أن نجدد معاني الهجرة في إشاعة روح التدين، روح لا أتكلم عن شعائر وعن عبادات، روح التدين في مجتمع عام، في دنيا كلية تحتاج إلى هذا الدين لتستريح من عناء ومشقة هذا التعامل. لذلك يرتقي الإنسان في قيمة التزكية في كلياته، يعني كل ما نفسه تكون نقية. سيدنا إبراهيم دعا المولى عز وجل قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ربنا استجاب لهذا الدعاء ولكن رتب هذه الأولويات، قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم أولا ويعلمكم الكتاب والحكمة. الإنسان لما تصل مرحلة التزكية فيك، يعني زي حدث الهجرة ده، وتقراه وتذاكره ودموعك تجري، بيكون عندك استعداد أعلى إنك تستمع لباقي التعليمات وتنفذ باقي المعاي بإذن الله. أستاذ سمول عبد الله، سعدنا بك وشكرا لك كثير، وكل سنة أنت طيب. وأنتم طيبين إن شاء الله، كل المشاهدين بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يديم السلام والأمان في ربوع هذا البلد، وأن يجعلها دولة خالصة ومخلصة لله سبحانه وتعالى، ويجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في جنته. آمين. شكرا. آمين.